احمد حنيني بالمدينه كفرنبيل، بشتغل ناشط اعلامي انا بالمدينه كفرنبيل بالجهات اعلاميه. طبعا فكره الكتاب انا بدات فيها، كنت من وقت ما بدات الحمله العسكريه على كفرنبيل في تاريخ شهر الرابع 2019، فكره بدات في شغل تصويري لحمله القصف. من قبل ما بدات الحمله كان انا عندي ارشيف اللي صور لمدينه كفرنبيل من قبل ما تعرض لقصف. طبعا عملته انا الفكره انه اعملها في قلب كتاب، هي يعني في عالم ما بيلتقى عندهم مثلا هواتف، ما بيلتقى عندهم شيء وسائل تواصل لا حسابات، وعم تنطلب مني كثير، لذلك حبيت انه اعملها على مثلا كتاب او هذا مشان ينتشر لعند، انه يقدر يتابعه الطفل والكبير والصغير والحرمي ومين من كان يقدروا يشوفه، هو تاريخ او ذكرى لكفرنبيل. طبعا في صور هي لقبل الحمله العسكريه، هي صور لاسواق كفرنبيل لحاراتها، ل يعني بتظهر الشيء في كفرنبيل، الشيء الجميل في كفرنبيل. طبعا ما هو كل الصور تصويريه طبعا قبل كفرنبيل، في مساعده من بعض اشخاص اصدقاء لنا من ابناء مدينه كفرنبيل. في اهم الصور اللي كانت قبل الحمله العسكريه اللي هي الاحتفاليات والفعاليات اللي تصير، فعاليات كره القدم اللي ضجت فيها المحرر حتى خارج سوريا، خارج كل سوريا انعرف في كفرنبيل، في الرياضه في كفرنبيل، ملاعب كفرنبيل كانت تحتضن اكثر من 4 و5000 متفرج. في الصور بعد ما دخلنا في الحمله العسكريه صار في عنا احداث كثيره، يعني هلق العالم كلياته ونسي الانسان، نحن عم نتقتل كلياتنا. في عندي صور مثلا ركزت انا على سالفه انه النظام يستهدف الحيوان. كفرنبيل هي شوكه في حلوقهم. هذا الكتاب اللي عملناه بكره ان شاء الله اهل كفرنبيل بدهم يرجعوا يتفرجوا على الكتاب، كل واحد في قلب بيته بدل ما يشوف الصور راح يشوف الكتاب، صور الكتاب في قلب بيته في قلب حارته وفي الاسواق اللي صورناها.